تواصل رعية العذراء الناصرية للاتين في الصوفية في العاصمة عمان سنوياً، وبتنظيم من الأب أنطون هريمات إحياء صلاة السبحة الوردية التي تستمر لمئة يوم من الابتهالات والتضرعات يرفعها المؤمنون إلى الأم العذراء. وفي ختام هذا اللقاء المريمي ترأس المدبر الرسولي رئيس الأساقفة صلاة ختام السبحة الوردية التي أقيمت في باحة الكنيسة. إلى التفاصيل. أم الحياة كوني لنا خير صلاة عند الإله نلقى رضاه يا أم الله يا أم الحياة. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضعي أمته، فها منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. أبناء مريم سيكونون في كل مكان رائحة المسيح الطيبة للفقراء والصغار والمستضعفين. على مدار مئة يوم وجموع المؤمنين يلتئمون في كنيسة العذراء الناصرية في الصويفية، يتلون صلاة السلام المريمي والصلاة الربانية على حبات السبحة الوردية، يرفعون مع كل حبة نواياهم وطلباتهم إلى العذراء القديسة. وعلى الأصوات والتراتيل المريمية التي قدمتها جوقة ينبوع المحبة، ابتدأت السبحة الوردية الختامية تحت رعاية سيادة رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس، بحضور المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والأب أنطون هريمات راعي الكنيسة الذي يعمل منذ 13 عاماً على تنظيم هذا اللقاء المريمي الذي ابتدأه مع رعية ماركا ويكمله اليوم مع رعية الصويفية. دخيلك يا عذراء دخيلي ناديلي هلا لبكيلي، دخيلك يا عذراء دخيلي ناديلي هلا لبكيلي. اليوم كان نهاية هذه الصلوات لأنه بعد شوي بيبدا فصل الشتاء، صعب يحتفلوا في ساحة الكنيسة، فاليوم كان في أكثر من 1200 شخص وزعوا مسابح شموع، كان في دورة بالتمثال العذراء، وحضر اليوم رئيس الأساقفة بيير باتيستا من القدس، جاء خصيصا لكي يرى ويشاهد هذه الدورة وليشارك فيها، وفعلا تأثر من عدد المصلين ومن حماسهم ومن إيمانهم. الحمد لله الإيمان موجود، إيمان الناس قوي، كلنا من آمن أنه مريم العذراء أم المسيح هي أكبر شفيعة لنا ونحن نحتاج إليها يوميا. عشنا هون رعية العذراء الناصرية في الصوفية، عرس مريمي، عرس مريمي، الجميع جايين حتى يحيوا أمنا مريم البتول، حتى يكرموا أمنا مريم البتول، حتى يحكوا لها يا عذراء إحنا أولادك. بالواقع على مدة 100 يوم من حزيران لليوم كل يوم ثلاثاء كنا نجتمع الساعة 9 المساء حتى نصلي الصبح الوردية. عددنا كان كبير، عددنا كبير يعني يتعدى 600 شخص كل مرة، بعدين بتزايد، ونشكر الله هذا التعداد الكبير كان سببه حبنا للمريم البتول. معنى تاني مش لأنه العذراء ظهرت ولا لأنه العذراء عملت أعجوبة، إحنا مش بحاجة إنه
نيجي عند العذراء بسبب أعجوبة أو بسبب ظهور، إحنا نيجي عندها لأنها أمنا، ونحن كلنا ثقة إنها هي سندنا في هاي الدنيا وفي يوم الآخرة. عشان هيك بنقول لها صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا. بدموع الخطيب ليلي، بدموع الخطيب ليلي. شموع مضاءة وابتهالات وتضرعات رفعها المؤمنون مكرسين فيها قلوبهم للأم البتول ومكرمين إياها من خلال المسبحة الوردية المحببة إلى قلبها الطاهر. يقول لنا القديس باتري بيو: أحب العذراء مريم، صلوا المسبحة، دعوا أم الله القديسة تملك على قلوبكم. آمين. رسل مريم الذين سينشرون بأمر من العلي مملكته على جميع الكفار والمنافقين.